رجعنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامج شباب قوة وفعل، ومعانا ضيفة جميلة منورتنا اليوم في استوديو البرنامج، أمل فليتشاوي صاحبة ماجستي بوتيك. حياك الله معنا في البرنامج. الله يحييك حبيبتي. حياك الله يا أمل. الله يحييك. أمل، كلمينا في البداية عن مشروعك ماجستي بوتيك، شنو هو المشروع، فكرته، شلون بديتي بالفكرة وشلون نفذتيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعي ماجستي بوتيك بلش مشروع صغير. نعم. كان محفوف بين الأهل وصديقاتي. قبل لا أطلق الاسم على مشروعي، هو كان من فترة طويلة وأنا أهتم بموضوع الفاشن والموضة. نعم. والأزياء وتركيب الألوان على بعض، يعني الكل كان ملاحظ هذا الشيء، أن أنا وايد مهتمة بهذا، يعني. نعم. بهذه النقطة بالذات. نعم. يعني الكل قام يقول لي انه يعني ليش ما تبلشين بمشروع خاص فيك، انك انت تكونين مختصه بهذا الشيء. نعم. تصممين. نعم. تركبين الالوان، اختيار الازياء واختيار الملابس. فقلت لهم ان شاء الله، وكانت يعني شوي صغيره فكرة بسيطة. الحمد لله وكبرت. طبعا ما شاء الله احنا نشوف ان بنات الكويت وايد عندهم ذوق في كل الاشياء، على كل المستويات، يمكن خصوصا في موضوع الفاشن. اليوم لما نشوف امل موجوده، اكيد لها ستايل خاص ومعين في طريقه اللبس، في تركيب الالوان. يعني اي واحد يشوف مثلا هذه لابسه لك بصمه موجوده في هذا اللبس. خلينا نتكلم عن موضوع الموهبه. يعني احنا نعرف ان في اشياء كثيره تختص بالذوق، موهبه مع الانسان، هذه موهبته، هو عنده ذوق بهالشيء. خلينا نتكلم، هل كملتي هذه الموهبة في البحث والاطلاع في هذا المجال؟ أكيد، أنا كنت وايد مهتمة بموضوع الفاشن، وأن أشوف يعني قنوات الموضة وقنوات الفاشن. حلو. وكنت متابعة يعني حق المصممين، سواء كويتيين، خليجيين أو حتى الأجانب. نعم. هذه خبرات إحنا صحيح. نقدر يعني ناخذهم من الأجانب ومن الكويتيين أو حتى الخليجيين، ونقدر يعني نطوعينها في ثقافة المجتمع. إيه؟ نفسه أو في ذوق. نعم. أنا على حسب ما عرفت والمعلومة اللي عندي، أن عندك بوتيك بمول السلام، بوتيك أو شيء شغلة كذي، يعني صحي إذا أنا غلطان؟ لا، عدل. عدل صح؟ إيه؟ كلمينا عن الدعم المقدم لكم من الدولة من خلال هذه البوثات أو هذه المحلات المصغرة، إذا صحت كلمتي، شلون تشوفينه؟ طبعا 33 بوتيك هذا مشروع حكومي بحت. نعم. تختص فيه وزارة الشؤون. نعم. قدموا لنا اياه تقريبا من قبل 3 سنوات. حلو. عبارة عن بوثات. حلو. 33، يعني هم 33 بوتيك موجودين بمول السلام. وكل بوتيك يختص بشغله معينه، مشروع معين. مشروع معين، يعني مثلا في الازياء، في العطور، في هم مصور، يعني في كذا كذا مشروع. مشروع موهبه. نعم. 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 والحكومه دعمتنا يعني بهذا الشيء، كاجار، كتوفير عاملات. نعم. خلينا نتكلم عن التميز أمل. يعني احنا نعرف ان المصممة مو بالضرورة انها تتميز اذا كانت مقلدة. انت اليوم لك بصمة خاصة ولك طابع مميز في الستايل اللي تقدمينه حق البنات. خلينا نتكلم عن الافكار اللي تيج مثلا، او الماتيريالز. يعني اليوم نجاح مشروعك لابد ان التصميم متعوب عليه، الخياط متعوب عليه، الفابريك نفسه متعوب عليهم. خلينا نتكلم عن من وين تستقدمين او من وين تجيبين موادك اللي بالفعل تحافظ على تميز في هذا المجال. طبعا يمكن انا اختص بالازياء الكاجوال، يعني مو شغلات الرسميه. صحيح. او حق مثلا حفلات او كذي، لا، شغلات عمليه حق دوام، طلعات، روحات، ردات، يعني كذي. ما قاطعك امل، يمكن الشيء الزاهي. نعم. والجميل اللي قاعد نشوفه لابسته امل هو فعلا من تصميمها، فمثل هذه الافكار. نعم. هذا من اخر تصاميمي اللي انا صممته. واحنا شنو الشيء اللي نتعب عليه؟ اللي نتعب عليه انه يكون الخام او الماتيريال اللي احنا نستخدمه باعلى جوده. صحيح. زين، ويتقدم حق الشخص او حق الزبون اللي جاي تشتري منه بافضل شيء ممكن. صحيح. صحيح. طيب امل، اذا ما جت لك زبونه او عميله حابه تشتري من عندك وعندها فكره معينه او ديزاين معين او تصميم معين، وشايف ان التصميم هذا ما يلوق لها او ما يناسبها،
هل تبدين رايك بان تقولي لها لا هذا والله انسب لك، هذا انصح لك، هذا افضل لك، ولا تمشين مع رايها ومع ذوقها؟ لا طبعا احنا موجود بالبوتيك يعني كذا موديل، نعم، مو موديل واحد معين، عشان شنو نرضي اكثر عدد ممكن من الاذواق. نعم نعم. فيمكن هذا الشغله تساعدنا هم ان احنا يعني مثلا اذا ما عجبها هذا والله في عندنا هذه الشغله، عندنا هذا الشغله. صحيح. طبعا في بدايه كل مشروع نتفق او يتفقون الجميع ان في معوقات. صحيح. وبتنفيذ المشروع ايضا في معوقات، وين الواحد هنا يتفائل مثل موضوعنا اليوم في البدايه. صحيح. وين الواحد يكون عنده القوه انه يتخطى هذه الصعوبات. يعني يمكن اكثر شيء يتعب ناتي الصعوبات ما بعد تنفيذ المشروع. يمكن كنا قاعد نقول قبل الهواء انه في عندك مشكله في هذه المعوقات او العقبات اللي قاعده تواجهنا. خلينا نتكلم عن العقبات اللي واجهتك امل في مشروعك. العقبات اللي واجهتني يعني هو النقد. النقد نعم. اللاذع، النقد اللي الناس ما تقدمه باسلوب يعني يخليني انا اتقبل هذا النقد. طبعا هو انتقاد مو نقد، لان الناس اللي تبي تقدم لك نقد راح تقدمه بكل حب، تقدمه عشان تطور منك، بس احنا للاسف في عندنا ناس ينتقدون بطريقه علشان يحاولون الشخص اللي قدامهم ودهم انه يفشل او شيء كذا. في ناس سلبيه، يعني حتى بالطريقه. اوكي انا اتقبل النقد، كون ان انا يعني عن طريق الانستغرام الحين موجود بكل بيت. صحيح. يعني حتى احنا نتمشى تليفوناتنا. صحيح. ما في الحين تليفون او موبايل ما في برنامج انستغرام. صحيح. صحيح. ففي ناس سلبيه تخليني اكره هذا الشيء. صحيح. وبنفس الوقت هذيل الناس السلبيين سبحان الله يعطون دافع ان انا اصر ان انا اكمل هذا المشروع. بتاكي انت من ناس كل التوفيق. شفنا معك قبل شوي امل عدد من الصور لك ولتصاميمك، وطبعا زوجك الكريم معنا بالاستديو قاعد يصورك يتابعنا. كلمينا عن دعم لك، شلون تشوفين دعم يعني اقرب المقربين لك طبعا هو زوجك يعني واهلك، شلون تشوفين مقابل يعني انتقاد الناس او بعض من الناس لك، شلون تشوفين دعم زوجك واهلك لك في تكمله مشروعك؟ طبعا ما قصروا معي، هم الدافع الاول لي بدايه مشروعي، يعني لو مو هم كان انا ما بلش مشروعي. يعني أمي أبوي يعني لهم الفضل الكبير بداية مشروعي. نعم. هم اللي كانوا يحفزوني بلشي سوي. صحيح. إحنا معاك، إحنا بنوقف معاك، والحمد لله حتى رفيجاتي يعني في عندي مجموعة من رفيجاتي ما قصروا معاي وقفوا معاي من الألف للياء. نعم. كلنا يمكن نحتاج الدعم في مثل هذه المشروعات. صحيح. يمكن اليوم احنا معانا شابة كويتية أبدعت في مجالها ولا زالت تقاوم وتقاتل علشان تحافظ على نجاح مشروعها. نبيك تتكلمين معانا أمل أو تنصحين الشباب والشابات اليوم اللي مقبلين على مشروع، شنو تقولي لهم في مقابل أن يبلشون في مشروعهم؟ يمكن اليوم تحسين أنت مشروعك هو ولدك أو بنتك. كثير من الناس اللي يتعبون على مشروع يحسون شيء اقرب لهم. خلينا نتكلم عن نصيحتك، رؤيتك لهذا الموضوع، شنو تقولين حق الشباب المقبلين على مشروعات جديده؟ كلمتي ان كل واحد بباله فكره معينه خلي يبلش فيها، لان بنفس الوقت اللي هو قاعد يفكر ترى غيره قاعد يطبق يمكن. صحيح. بنفس الفكره. صحيح. فيعني الوقت محدود. صحيح. فيعني هذا الشيء ضروري ان الواحد هم يتدارك الوقت. برامج أمل، برامج التواصل الاجتماعي يعني أكيد يعني فادت الكل الحين واختصرت وايد وايد من الشغلات. يعني شلون تشوفين برامج التواصل الاجتماعي وطبعا في مقدمتها انستغرام فادت في شغلك في عملك في تسويقك لي يعني ال 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 وخصوصا احنا قاعد نشوف الان الصور معك يعني الحين تطلع شلون انستغرامك طبعا اي نعم انستغرامك هذا معنا على الهواء. شلون تشوفين البرنامج هذا فادت في تسويق منتجاتك وشغلك؟ برنامج انستغرام طبعا هو يعني من اساسيات النجاح. نعم. يعني خصوصا في البزنس بالوقت الحالي، خصوصا يعني بالفتره الحاليه الانستغرام يعني وايد ساعدنا على يعني عرفنا على وايد ناس، الناس عرفونا من خلاله. نعم. وسبحان الله يعني يشوف التطور والتكنولوجيا يعني كل مالها للأعلى. يعني الحين في برنامج سناب شات. صحيح. قاعد ينافس انستغرام. صحيح. ويمكن لانه حي اكثر وصوت وصوره. صحيح.
فهذا الشيء وايد قاعد يساعد. صحيح. يمكن صح. انا في شغله دائما اقولها، الانستغرام انا اعتبره مجله الكترونيه، مجله تسوق الكترونيه، وين ما انت قاعد تشوف اي نوع من الاشياء اللي تبيها، اي مشروع، اي بضاعه موجوده في الانستغرام بس بالتليفون وشيء يوصل لعندك. هذه المجله الالكترونيه يمكن ساعدت وايد ناس انه ينجحون في كثير من المشروعات، ولكن ما ننسى انها سلاح ذو حدين. مرات الغش والتقليد، الشخص اللي ما يكون صاحب فكرة في شيء هني ترى هذا أكيد راح يفشل. خلينا نتكلم عن الناس اللي قلدوك أمل. أكيد هذه مشكلة تواجه كثير من البنات الكويتيات اللي بالفعل يتعبون على مشروعهم ويلاقون واحدة باردة مبردة جابت لها خام أي كلام. صح. وخيطت عند خياط أي كلام وقلدت نفس الموديل. صح. أكيد هذا الشيء يجيب الإحباط وممكن حتى يخرب خطتك التسويقية في عملك. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. سالفة التقليد صج وايد تحر، يعني أنا أتعب عشان أصمم وأطلع يعني مثلا موديل يناسب جميع الأذواق، يعني أحاول أرضي أكبر عدد ممكن من الأذواق وأتعب عليه وأختار الخام وحالتي حالة وتعبان عليه. صحيح. تي واحدة باردة مبردة تقلدني وتبيعه، ودايما شنو يسوون؟ ما تبيعها، يعني عادي عندها تبيعها بخسارة. صحيح. بس إنه عشان تكسر. تكسرها. صحيح. طيب أمل، بعد نجاح مشروعك وامتلاكك لبوث خاص فيك تعرضين في شغلك وتصاميمك، هل تسعين إنه يعني هذا المشروع يكبر، أو هذا يعني مثل ما قالت قبل شوي أنوار تعتبرين مشروعك ولدك أو بنتك، فهل تسعين إنه يكبر ينتشر يكون في أماكن متعددة من خلال محافظات الكويت؟ وإذا ما هذا، هل تسعين أنت تطلعين برا التصاميم النسائية؟ طبعا أتمنى أنه هو يكبر، يعني نعم. حتى أنا من خلال مشاركاتي في معارض خارج الكويت، نعم. أنا شاركت بالإمارات. حلو. ويعني ولقيت يعني تقبل من يعني حتى طلبات خارجية تيني وايد. حلو. يعني مو بس أنا محصورة مثلا بالكويت، حتى أمريكا وصلنا تصاميمنا. ممتاز. وصلت أمريكا، وصلت السويد، في ناس يدقون يطلبون منا. ممتاز. فهذا الشيء يعني الحمد لله هو كل صغير يكبر وقاعد يكبر شوي شوي، خصوصا باجتهاد شباب الكويت وشابات الكويت. يمكن اليوم الشخص اذا عنده مشروع يحبه ويسعى انه يكبر، اكيد هذا كله بالاجتهاد، ما في شيء بيوم وليله. صحيح. ومعناته سويت مشروع ومشروعي نجح معناته ان مشروعي باكر يكبر. اكيد يبي له تعب، يبي له مثابره، يبي له جهد، بس وين نلاقي الاشخاص اللي يعطونك هذا الدعم والشخص اللي يكون بالفعل عنده تفاؤل؟ نرجع. صح. حق موضوع حلقتنا اليوم. احنا بالفعل محتاجين حق التفاؤل. احنا نعرف ما شاء الله ان الذوق الكويتي محبب عند الكثير من الدول، يمكن نشوف حتى في دول الخليج، في دول الشام، في كثير من الدول، يمكن قاعد تقولين حتى أمريكا والسويد وصلت تصاميم الكويتية. ذوق المرأة الكويتية اليوم جدا مميز، ويمكن نشوفه هو عملية انتقاء دائما في كل شيء. خلينا نتكلم عن هذه الخصلة، يمكن حتى في مجتمعنا احنا بعض بنات في الزوارات في الأماكن العامة نعرف أن الكويتية يختلف ذوقها عن الباقي. خلينا نتكلم عن آثار هذا الشيء على التصاميم اللي موجودة حاليا في خلينا نقول ماجستي بوتيك. طبعا يعني الفتاة الكويتية يعني ذويقة بدرجة أولى. صحيح. يعني ذويقة، حتى لما مثلا أنا أعرض شيء تي تقول لي إيه هذا حلو لو تضيفين عليه كذي وتسوين كذي، دائما لها لمسة خاصة. إيه يعني لها لمسة خاصة ولها نظرة. حلو. الفتاة الكويتية يعني من ال يعني بالصدارة احنا نقول. صحيح. بالذوق. تاخذين برايهم امل، يعني زباينك اللي تعاملوا معاك تاخذين برايهم اذا ما قالت لك اضافه معينه على تصميم على شيء معين؟ طبعا يعني انا ذوق الناس اللي انا اتعامل معاهم يهمني، لان هم بالدرجه الاولى. صحيح. انا قاعده اشتغل لهم، انا قاعده اطلع هذيل المنتجات لهم. صحيح. هذه طاقاتي كلها يعني هم اللي قاعدين يسندوني فيها. صحيح. صحيح. خلينا نتكلم عن اجتهاداتكم اليوم كاصحاب مشاريع، مشروعات صغيره يعني مثل هذا المشروع ودك تكبرينه، ولكن اكيد في لك اجتهادات. احنا نشوف كثير من الاشخاص عندهم تعب في اختيار الموديل اللي تصورين لها او تلبسين هالموديل وتصورينها. اختيار المصور، اختيار تنقيته للالوان في الصوره، عمليه متى تحطين الصورة ومتشيلينها وين تعلنين. خلينا نتكلم عن هذه الأشياء اللي بالفعل تواجهونها اليوم بكل إرهاق، والناس يشوفونكم بالإنستغرام ولا سناب شات ويقولون عايشين حياتهم. ما يدرون عن هذه المصاعب. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. صعوبة التصوير يعني هذه سالفة بروحها. يعني شفت الصورة أو البوست اللي ينزل بثواني، هذا يمكن إحنا ياخذ منا أيام، يعني صح. يوم صح. كامل أنا ممكن إن أصور
ويوم بس عشان نضبط الصورة وكذي وننزلها عشان ترضي أكبر عدد ممكن من الناس اللي قاعدين يشوفون. غير اختيار الميك اب ارتست اللي بتحط حق الموديل، غير اختيار الموديل نفسها طبعاً. علشان تكون مناسبة حق هذا اللبس أو حق هذا الستايل. الكثير من الصعوبات تواجه هذه الأشخاص. أنا أتمنى بالفعل الشغلة اللي إحنا نواجهها اليوم موضوع الانتقاد السلبي مثل ما ذكرت أمل في البداية. لما تشوفون تعب أشخاص، إحنا اليوم في شباب يحلمون ويقولون شنو حلمهم ويسوون حلمهم، هذا الفعل عندنا شباب قولوا فعل. لما يسوون حلمهم لا تيون انت بكلمه كذي قاعد على راحتك او قاعد على راحتك بالصاله قطيتي كلمتين، حبطتي شخص هو تعبان على نفسه وقاعد يجتهد كثر ما يقدر عشان يونس الناس اللي موجودين ويحاول يخدمهم وعشان هو يحقق طموح وحلم من احلامه. دائما نقول خلينا نرتقي وخلي يكون عندنا ثقافه. صحيح، ومثل ما ذكرتي انوار يعني الشباب الكويتي شباب قول وفعل. صحيح. يعني على الرغم من الصعوبات من المعوقات اللي تواجههم الا انهم قاعد يحاولون يثبتون جدارتهم ويثبتون تفوقهم في كثير من المجالات. يعني امل هي نموذج من كثير من النماذج موجوده عندنا بالكويت. امل في ختام لقائنا معك، يعني اذا حابه تقولين كلمه اخيره هذه الكاميرا معك. أشكركم، أشكر تلفزيون دولة الكويت على تحت هذه الفرصة إن إحنا نقدم مشاريعنا. وشكرا أنوار، شكرا أخوي عبد العزيز، ما قصرتوا ويعطيكم ألف عافية. بالعكس، إحنا نأخذ بيتكم وإحنا نشجعكم وإن شاء الله نشوفك منها للأعلى. كذي أعتقد أنوار وصلنا لختام برنامجنا أو ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنوار مثل ما أنت عارفة أن أنا هذه ثاني حلقة معاكم، وتشرفت بإني أكون معاكم من ضمن طاقم فريق العمل. أحب أشكر كل من دعمني، ومثل ما قلت يا أنوار قبل شوي بدأنا حلقتنا بالتفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. أشكر كل من دعمني، أشكر أستاذي ومعلمي الأستاذ عادل عطلة العنزي، أشكر الأستاذ خالد مطر فوق بالكنترول، وايد قاعد يصرخ علي، وايد قاعد يعني يوجهني، ولكن توجيهه وانتقاده ونقده لي من باب الحب واني اتعلم واصحح من اخطائي، وان شاء الله اكون ان شاء الله اتمنى هذا. اشكر انوار، اشكر هاشم، اشكر بدر، اشكركم كل. فالختام مع انوار. نعم. طبعا مثل ما قلنا شباب قول وفعل موجودين هنا في برنامجنا. احنا مثل ما نقول دائما برنامج شباب قول وفعل مو بس عشان نستضيف ناس وبنحط لكم لقاء، لا، نبي كل شاب كويتي وشابه كويتيه عندهم موهبه ولا فكره ولا مبادره شبابيه او فعاليه او مشروع يجينا هنا عشان احنا نبي نقدم له هذا الدعم. نبي يقول انا كنت وقلت والحين انا فعلت، عشان تكونون معنا في برنامج شباب قول وفعل. اللي يحب يتواصل معنا اكيد مع ضيفتنا أمل، احنا راح نحط انستغرامها اللي يحب يتعرف اكيد على تصاميمها وعلى مشروعها، وايضا اللي يحب يشاركنا في برنامجنا شباب قول وفعل على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر والانستغرام شباب كيو 8 تي في، واللي يحب يشوف حلقاتنا ايضا على قناتنا في اليوتيوب على شباب كيو 8 تي في. احنا كذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعه ومع السلامه.